وتجمع، وكما نعرف جميعا تجمع يعني لم ينعقد اجماع شعبي في السودان في تاريخ السودان السياسي كما بتجمع السودان الذي تصور السودان كاننا جميعا تابعناها بقلق واشفاق التطورات التي حدثت داخل تجمع المهنيين والخلافات التي تجري بينهم الان. ويسعدنا اليوم ان نلتقي بالدكتور محمد ناجي الاصم ومولانا اسماعيل التاج والاستاذ طه عثمان ليحدثوننا عن التطورات التي يشهدها التجمع الآن. ونؤكد أن منبر سونا من بحر صحفي مفتوح لكل الآراء والاتجاهات، ونحن مستعدون للاستماع لوجهة النظر الأخرى أيضا إذا قرروا أن يعبروا عنها من خلال منبرنا. ونكرر مرة ثانية أننا تعذر علينا بالطبع استقبال صحفيين داخل المنبر بسبب من الظروف الصحية وجائحة كورونا، فلذلك هم حيدلوا بإفادات مباشرة لكم. مرحبا بكم، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا من برسونا، شكرا أستاذ محمد عبد الحميد. وكما ذكر أستاذ محمد يعني بنلتقيكم اليوم لتوضيح حول الأزمة داخل تجمع المهنيين وجوانب المختلفة. حيكون في توضيح لكافة جوانب الأزمة دي وأسبابها، ويعني السيناريوهات التي حدثت بها من منذ تأسيس التجمع ومتى بدأت الأزمة. و يعني سنعرج أيضا على مقترح لكيفية الخروج من هذه الأزمة، مقترح يمكن عبره أن نستطيع الحفاظ على وحدة وتماسك تجمع المهنيين السودانيين، وهو الجسم الذي كما قال الأستاذ محمد عبد الحميد التف حوله السودانيون والسودانيات وقاد الثورة المجيدة. في البدء نترحم على شهداء الثورة السودانية، ونترحم على شهداء فض الاعتصام في ذكرى فض الاعتصام. وكي نبدأ، فإن تجمع المهنيين السودانيين هو تشكل في يعني تم الإعلان الرسمي عنه في منتصف العام 2018 في يوليو 2018، وكان في ذلك الوقت يضم ثمانية أجسام مختلفة. المهم إنه نبدأ ونتكلم عن طبيعة الأجسام التي شكلت تجمع المهنيين. الموضوعية القام خلال تجمع المهنيين وتأسس هي كانت ظروف غير طبيعية، يعني ظروف لا يسمح فيها بعمل حقيقي تنظيمي داخل القواعد، وكان كل الناس اللي بيسعوا لعمل نقابي حقيقي بيتم مطاردتهم واعتقالهم وكده. عشان كده الناس لجأت لفكرة الأجسام الموازية. زي ما الناس عارفة، فكرة الأجسام الموازية كانت بتهدف لخلق قواعد نقابية والتفاف لقواعد نقابية حول أهداف مشتركة بتسعى عبرها إنها تضغط من أجل تحقيقها. وده تاريخ مربوط تماما بتاريخ السوداني، دائما المهنيين والمهنيات والنقابيين والنقابيات بيكونوا الأجسام بتعبر عنهم وعن طريقه بيسعوا لتحقيق أهدافهم المشتركة. وبنفس الفكرة دي يعني تشكلت أجسام خلال الحقبة بتاعت الإسلام السياسي من 89 لحد الليلة بمهن مختلفة. المهن دي تجمعت وشكلت تجمع المهنيين في منتصف 2018. بداية التشكيل تجمع المهنيين كانت في نهاية العام 2016، ودي بنعتبرها نواة تجمع المهنيين السودانيين، وده كلام يمكن معروف لمعظم الناس، انه كانت بلقاء مشترك بين لجنة أطباء السودان المركزية وتحالف المحامين وشبكة الصحفيين السودانيين مباشرة بعد إضراب الأطباء في 2016. وكان أول ميثاق يعني مسودة ميثاق تم كتابتها في تلك الاجتماعات. يعني ما الموضوع بعد ذاك تواصل في لقاءات وأضيفة أجسام جديدة لحد ما وصلنا للإعلان الرسمي في 2018. نعم، في جسم كان في 2013 اسمه تجمع المهنيين السودانيين، ولكن التجربة بتاعة 2013
هي ما عندها أي صلة على الإطلاق بتجمع المهنيين الذي تم تأسيسه في 2018 وكانت نواته في 2016، لأنه اسم جديد، ميثاق جديد ولائحة جديدة وتم إعلانه بصورة جديدة. هي تراكم بتاع تجارب للنضال ضد النظام وتراكم لتجارب المهنيين والمهنيات في كيفية التنظيم والتشبيك والعمل المشترك. أساس تجمع المهنيين ومصدر قوته الأساسي كان في تعبيره عن طيف واسع من الشعب السوداني، طيف واسع بيحوي مختلف الأفكار السياسية، بيحوي مختلف التوجهات، بيحوي مختلف الإثنيات والثقافات، وده المكن تجمع المهنيين إنه يقدر يخاطب الشعب السوداني ويقدر يحظو بإجماعه والتفافه. وده كنا دائما وعلى الدوام حريصين على المحافظة عليه، إنه تجمع المهنيين هو الجسم اللي بيعبر عن غالبية الشعب السوداني بتنوعه بالأفكار اللي بيطرحها وبالآراء اللي بيطرحها. في زي ما ذكرت الطبيعة بتاعت الأجسام اللي كونت تجمع المهنيين في منتصف العام 2018 هي كانت يعني ما راعت الظروف الطبيعية لتكوين الأجسام المهنية، لأنه كان في تضييق. فبنلقى إنه في أجسام يعني انضمت للتجمع هي أجسام حقيقية وعندها قواعد وعاملة جمعيات العمومية وعندها التفاف وسط قواعدها، ولكن في نفس الوقت كان في أجسام ممكن نقول عليها إنها هي ما مسنودة بقواعد حقيقية، ولكن الناس في الوقت ذاك لأنها كانت محتاجة إنها تجمع أكبر عدد من المهنيين والمهنيات توافقت على إنها تمشي في الدرب ده بصورة مشتركة. والاتفاق ده كان من ضمن بنوده أيضا إنه جميع الأجسام الموجودة داخل التجمع في الوقت ذاك هي حتسعى لتوسيع قواعدها وحتسعى لانضمام المزيد من القواعد عبر عمل منظم، عبر جمعيات عمومية، عبر يعني استقطاب الأعضاء المهنيين في مختلف أنحاء السودان. ودخل لأنه تجمع المهنيين ومنذ بدايته يكون فيه أجسام ممكن نقول عليها إنها هي واجهات بتعبر عن أحزاب محددة أو بتعبر عن حزب محدد، وده كان كلام معروف يعني إحنا ما تفاجأنا بوسه مثلا، ده كلام معروف كان وكنا إحنا متعاملين معه ومتعايشين معه. ولكن كان الاتفاق الأساسي إنه هذه الأجسام زي ما ذكرت ستسعى لتوسيع قواعدها عشان تعبر عن قواعد حزبية ونقابية وسياسية مختلفة وجهات، عشان نقدر نطور تجمع المهنيين ونقدر نحافظ على تماسكه ووحدته. وأشكيد يعني للأسف الشديد ولحد هذه اللحظة ما تم عمل المهمة الكبيرة دي في توسيع القاعدة السياسية والحزبية لأجسام تجمع المهنيين. وإحنا كنا على الدوام جميعا في تجمع المهنيين بنناقش القضايا دي وبنضغط من أجل المسألة دي، وكان في اتفاقات تمت وترتيب معين تم لعقد الجمعيات العمومية للأجسام، تحديدا الأجسام اللي بتعبر عن قواعد حزبية محددة والما عندها تنوع. الحاجة دي يعني كمثال مثلا ضروري جدا أن نطرح مثال لجسم بهذه الكيفية. كمثال في جسم يعني في تجمع المهنيين ومؤسس لتجمع المهنيين اسمه رابطة البياطرة الديمقراطيين. هذا الجسم هو في الحقيقة عبارة عن الجبهة الديمقراطية للبياطرة اللي هي عندها ارتباط وثيق بحزب محدد، وكان يعني الاتفاق أنه يجب أنها تعمل على توسيع قاعدتها عشان تخرج من تعبير عن حزب محدد لتعبر عن مجموعة الأطباء البياطرة. وفعلا تمت المهمة دي وتم تشكيل جسم بيعبر عن مجموعة أكبر من البياطرة اللي هو اسمه اللجنة التمهيدية للبياطرة. ولكن في لحظة استبدال الممثلين لهذا الجسم لم تحدث، وحافظت رابطة البياطرة وأصرت على أنها هي فقط بتعبر عن مجموع البياطرة. وده مثال واحد لعدد آخر كبير من الأجسام الموجودة داخل التجمع ولسه بتحافظ على تمثيلها لوجهة حزبية محددة. مع ده كله يعني وللأسف الشديد ويمكن منذ شهر فبراير من عام 2019 بدأت محاولات حقيقية وجادة وظهرت للسطح. والوقت ذاك احنا كنا في الملتقى يعني سمعنا بها بعد ما طلعنا، محاولات حقيقية لتيار حزبي محدد بيسعى لتجيب تجمع المهنيين لصالحهم اجندته، او يسعى لتجمع المهنيين لصالحهم يعني افكاره من خلاله. واحنا فعليا الامه دي يعني تفجرت في اللحظه ديك داخل التجمع، ولكن نظرا للظروف اللي كان الوقت ذاك تجمع المهنيين
بيعمل فيها وللمهام الكبيره جدا اللي كان تجمع المهنيين بيقوم بادائها مهام قياده الثوره. احنا جميعا يعني اثرنا وكنا حريصين للغايه على انه هذه الازمه ما تتفجر في وقت زي ذاك، انه نحاول يعني نوقف الازمه دي ونحاول نلقى الحلول الداخليه للازمه عبر الاليات الداخليه بتاعه التجمع. والتفجر بتاع المساله بتاعه تجيل الحزب دي ظهرت عن طريق تسجيلات صوتيه يعني يمكن انتشرت بصوره مستمره وهي موجوده يعني موجوده في الوسائط المختلفه لاعضاء لتجمع المهنيين من اجسام مختلفه بينسقوا عن طريق التسجيلات دي في تنسيق حزبي لصالح خدمه اجنده الحزب داخل تجمع المهنيين وفي مسار الثوره وكده. وهو فعليا في الوقت ده كان ممكن المساله دي تفجر وتقسم تماما تجمع المهنيين في اللحظه الحرجه دي، ولكن يعني ناس عملت اعمال شاقه جدا في المحافظه على تجمع المهنيين. وفي نفس الوقت احنا كنا بنقود في ثوره ديسمبر وكان حتكون ماساه يعني وكارثه انه يحصل انقسام زي ده في الوقت ده. والمساله بقت انه يا خلاص احنا الازمه دي يعني تم خروجها للسطح وبقت معروفه للجميع، ولكن كان من الوقت ذاك ولغايه التفجر الجديد للازمه كان الاتفاق انه نحن نحاول برضو نعالج المشاكل دي بصوره داخليه ونحافظ على لحمه تجمع المهنيين، ونفهم جميعا انه تجمع المهنيين اذا تحول لخدمه اجنده حزبيه محدده ما حيتمكن من انه يكون تجمع المهنيين، ممكن نسميه اي حاجه ثانيه، لكن لن يظل بالتاكيد تجمع المهنيين اللي بيعبر عن غالبيه ابناء الشعب السوداني، وهو قيمته الاساسيه زي ما ذكرت في تنوعه وفي تعبيره عن الطيف الواسع من الاشخاص ومن الجهات ومن الوجهات السياسيه. حاجات اخرى كثيره جدا حصلت خلال فتره برضو يعني كانت مضره جدا جدا لتجمع المهنيين ومضره لمسار الثوره والتغيير في السودان من نفس التكتل الحزبي الموجود داخل التجمع، على الرغم انه كان في اتفاق انه حنحاول نعالج المساله، لكن هم التكتل اصر على الاستمرار في نفس الممارسات المعطله والمخربه للتجمع المهنيين، ومنها يعني انه يعني بيانات كانت بتخرج من جهات مختلفه في موقف التجمع في الخطوات المختلفه اللي استخدام عدد الناشطين يعني الادلاء مغلوطه من داخل التجمع واستخدامهم في معركه هم ما عرف فيها وفي صراع غير حقيقي ومشوه ومزيف. والى حد القرارات الاخيره برضو القرارات الممكن نعتبرها قرارات معطله قام بها التجمع، معطله لكل الفتره الانتقاليه ومعطله لكل مهام استكمال الثوره من قرارات اللي اصدرت التجمع، الخطابات بتعطيل عمليه السلام وبرفض عمليه السلام، والقرار بتجميد لجنه التفكيك. يعني تجمع المهنيين يمكن يكون في عدد بسيط من الناس ما عندهم معلومات انه تجمع المهنيين في فتره من الفترات طلع خطاب وجمد عضويته في لجنه التفكيك، يعني ما ادى لتجميد عمل لجنه التفكيك لمده شهر كامل. وده حصل كله والناس برضو كانت يعني صامته وبتحاول عن طريق الاليات الداخليه انها تلقى حلول. الى برضو موضوع زي تجميد او يعني رفض عمليه تعيين الولاء اللي هي برضو كانت سبب من اسباب تاجيل تعيين الولاء لغايه اللحظه. فبقت المسائل داخل تجمع المهنيين هي بدل تكون مسائل منتجه وبتقدم مهام الثوره للامام وبتستكملها اصبحت بتؤدي في غرض ممكن يكون معطل لاستكمال مهام الثوره عن طريق العمل اللي بيقوم به التكتل زي ما ذكرت بيحاول يغير التجمع لمصلحه خدمه اجنده. واحد من الله يدعم عمليه السلام منذ بدايته في شهر سبتمبر من العام الماضي، وشارك في كل مراحلها، شارك في التفاوض وارسل مناديبه لجوبا والتقى بمناديب اخرين في يعني في اماكن مختلفه. ولكن استصدر الخطاب بتاع الاعتراض على عمليه السلام دي مؤخرا يعني يمكن قبل شهرين او حاجه زي دي. والخطاب ده جاء وسعى يعني تم العمل من انه يصدر من تجمع المهنيين فقط بعد ايام خطاب مشابه من حزب محدد يعني. فده بيوري انه الربط بين التكتل الحزبي ومحاوله زي ما ذكرت التجير لمصلحه خدمه اجنده
حزبية، ده كله أدى لتراجع وضعف قدرة تجمع المهنيين وتعطيله بصورة كبيرة، وده هو السياق اللي كنا موجودين فيه وإحنا منذ لحظة تشكيل السلطة الانتقالية لغاية الآن. صراع داخلي معطل ومشوه لتجمع المهنيين، ويعني بيؤدي لعدم قدرته على أداء المهام اللي كانت متوقعة إن خلال الانتقالية، يعني ما أسنع على درجة من الصبر ومن العمل الحلول. التقينا في اجتماعات مستمرة من أجل إيجاد الحلول الممكنة في سبيل التجمع، في سبيل إصلاح التجمع وتماسكه وإيجاد الحل. نجي أخيرا قبل ما أقدم المتحدث الثاني لما حدث يوم 10 مايو، واللي هو يعني ممكن نقول عليه هو قاصمة الظهر، كان أو هو السبب الفجر مجددا الأزمة الكبيرة جوا تجمع المهنيين، والخلق الحالة من التشاكس ممكن نقول أو الانقسام الداخلي جوا تجمع المهنيين. وده يعني زي ما ذكرت تفجر يوم 10 مايو. نحن بعد ما عملنا اللقاءات دي كلها وجلسنا مع مختلف الأجسام والأفراد جوا التجمع، اتفقنا إنه في ضرورة قصوى لإصلاح التجمع، وإنه لابد إنه التجمع ده يستمر في القيام بأدواره ويرجع مجددا لقيادة الدفة، يمارس التأثير الإيجابي بتاعه في داخل إعلان الحرية والتغيير، باعتبار تجمع المهنيين هو المبادر أصلا بإعلان الحرية والتغيير، ودائما كان دوره في إعلان الحرية والتغيير هو إنه بيربط بين جميع المكونات داخل الإعلان، يمارس دوره الإيجابي في التشبيك والتعاون مع لجان المقاومة، يمارس دوره الإيجابي في دعم الحكومة الانتقالية في سبيل استكمال مهام الثورة. الاتفاق كان بيحوي ثلاثة قضايا أساسية. القضية الأولى ضرورة إنه يتم تشكيل رؤية متفق عليها بين كل أجسام تجمع المهنيين تعبر عن المرحلة الانتقالية وتعبر عن مهام التجمع في المرحلة الانتقالية، لأنه صح واحدة من أسباب الاختلاف هي الرؤية نفسها، يعني في اختلاف حول إنه تجمع دوره شنو خلال الفترة الانتقالية، كانت هي واحدة من الأسباب اللي أدت بين الأزمة دي. عشان كده كان من المهم إنه نصل لرؤية، باعتبار إنه التجمع قبل إسقاط النظام كان متحد تماما حول إسقاط النظام كهدف أساسي، وكان متحد حول إعلان الحرية والتغيير، ولكن بعد إسقاط النظام وتشكيل السلطة الانتقالية بدأت بعض التباينات في كيفية توجه تجمع المهنيين خلال الفترة الانتقالية. دي كان البند الأول، ضرورة يعني صياغة رؤية متكاملة لدور التجمع خلال الفترة الانتقالية. النقطة الثانية كانت ضرورة إعادة صياغة الهيكل العام لتجمع المهنيين، باعتبار انه انضمت عدد كبير من الاجسام لتجمع المهنيين، واصبح بدل 8 اجسام كان في هيكل معين قادر يستوعبهم، اصبح ممكن حاليا في 18 جسم، وال 18 جسم ده محتاجين انه يحصل تطوير لهياكل التجمع. وبعد ذاك مهام التجمع نفسها اختلفت من قبل الاسقاط لبعد الاسقاط، برضو ما تطلب انه يحصل تطوير هيكل جديد ولائحه جديده للتجمع، ومن ثم انه نمشي في اتجاه اعاده هيكله التجمع وانتخاب عضويه جديده من هياكل التجمع للمناصب او للمقاعد المختلفه في الهيكل. وده ايضا لم يحدث، يعني احنا عملنا ورش وجلسنا في لقاءات من اجل تطوير اللائحه ومن اجل تطوير الرؤيه، وتم تطوير لائحه وتطوير رؤيه، تم الاتفاق على البنود العريضه، وكان الاتفاق انه نستكمل الاتفاق على اللائحه وعلى الرؤيه ونقوم بإجازتهم يعني كأجسام تجمع مهنيين، ومن ثم نمشي للخطوة نحو إعادة هيكلة التجمع. للأسف الشديد التكتل يعني سعى في سبيل أنه تجاوز كل الاتفاقات دي، تجاوز موضوع الرؤية وتجاوز موضوع اللائحة، ومشى فقط لانتخاب هياكل جديدة، ما عنا أنه وما أدى لأنه يكون في هيكل جديد لتجمع المهنيين بدون رؤية وبدون لائحة مجازة وبدون خطاب دورة وميزانية. يعني حتى تجربة تجمع المهنيين خلال سنتين أو ثلاثة سنوات منذ تأسيسه ولغاية الآن لم يتم تقييمه بالصورة الحقيقية ومراجعته، وعشان نقدر نعرف وين كانت الأخطاء وين كانت المسائل الإيجابية عشان نبني عليها ونطور تجمع المهنيين. وحتى باب يعني مسألة زي مسألة الطعون، إنه يا أخي الاعتراض على العملية الانتخابية دي
تم إسقاطه من 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 الاجتماع، واللي هي دي كلها في النهاية بتؤدي لعملية ممكن نقول عليها إن هي ما بتراعي لأسس أي عملية ديمقراطية، وبتخلي الموضوع عبارة عن عملية يعني هي في النهاية ما زادت وفجرت الأزمة داخل التجمع وأدت إلى المزيد من الانقسام داخل التجمع. بالإضافة للمواقف الأخيرة صدرت مؤخرا من تجمع المهنيين، وهي ممكن نقول عليها برضو مواقف أدت للمزيد من الانقسام الداخلي حتى انقسام الجماهير الملتفة حول تجمع المهنيين. أقوله في نهاية حديثي إنه نحن في النهاية ساعين لإنه نلقى عملية إصلاحية حقيقية تجنبنا المزيد من الأزمات داخل التجمع وتؤدي لإعادة اللحمة داخل تجمع المهنيين والحفاظ على وحدته، وإنه يعمل على يعني القيام بأدواره المتوقعة منه واللي بيتوقعها الشارع السوداني واللي بيتوقعها المهنيين واللي بيتوقعها النقابيين في بناء النقابات وفي استكمال مهام الثورة. وأقدم مولانا إسماعيل التاج عشان يستكمل الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أؤمن تماما على حديث الأخ محمد ناجي الأصم. إحنا الآن في مرحلة نمر بها في تجمع المهنيين. التجمع التف حوله الشعب السوداني، السار بالحديث عنه كل الأحياء، كل القرى، كل المدن. التجمع يجب أن يعود كما كان من قبل، بل وأفضل من قبل. هذه هي الرسالة الأساسية. وأؤكد لأننا نحن في الشارع وفي قلب الشارع ومن الشارع وبالشارع وحنكون في الشارع ومتواجدين في الشارع، بنعرف إنه الشارع عاوز شنو. عشان كده إحنا حريصين في تجمع المهنيين على وحدة تجمع المهنيين، وحريصين أيضا على وحدة قوى الثورة، وحريصين على وحدة قوى الحرية والتغيير، وحريصين على حكومتنا الانتقالية. نؤكد هذا وسوف نعمل، لأنه ده كان عهدنا للشهداء. عهدنا للشهداء إنه الأهداف اللي استشهدوا من أجلها لابد أن تحقق: حرية، سلام، وعدالة. وحنمشي في نهاية المشوار من أي موقع كان، لأنه كان ده عهدنا وحنستمر فيه من داخل تجمع المهنيين. وأكد دعمنا الكامل في تجمع المهنيين للحكومة الانتقالية برئاسة الأخ عبد الله حمدوك. وإحنا بنقول لم ندعو لإسقاط هذه الحكومة، لأنه هي لتضحيات غالية جدا جدا. رجعت الحكومة دي مسألة أخرى، ولكن لن ندعو لإسقاط هذه الحكومة، بل ندعمها دعما كبيرا جدا جدا. ونريد ونؤكد على ضرورة استكمال هياكل السلطة بما في ذلك المجلس التشريعي، وإعطاء فرصة كبيرة من التمثيل للشباب وللمرأة، لأنه كان لهم دور كبير جدا جدا في هذه الثورة. دوار من الأشياء التي بتتبني عليها رؤية تجمع المهنيين، وإن حتى التمثيل في داخل المجلس التشريعي يجي من القواعد من الولايات وليس من داخل الضابط وغرف تجمع المهنيين. ندعم بقوة وشدة والحرية والتغيير، وأي إصلاحات ضرورية لا بد من القيام بها داخل هذه القوة، لأنه هي الركيزة وهي الأصل وهي الحاضنة لهذه الحكومة. لا بد من الجلوس، لا بد من التفاكر، وهنالك الآن مبادرات كثيرة جدا من أجل أن تكون قوى الحرية والتغيير أكثر فاعلية وأكثر استجابة لمطالب الشعب. حتى لا قوى الحرية والتغيير كانت مبادرة تجمع المهنيين، لذلك إحنا عايزين نحافظ هذا الإرث إنه نكون جزء من قوى الحرية والتغيير، ولن نخرج منها أبدا، لن نخرج من هذه القوى قوى الحرية والتغيير،
ولن نسير وحدنا ولن نسير قوى الحرية والتغيير لوحدها، بل من داخلها مشاركين مع كل الفصائل الوطنية، هنكون ماشيين مع بعض في ذات الطريق، طريق التحول الديمقراطي، طريق بناء الثقة، بناء وطن جديد، وطن يستحق أن يعيش فيه كل إنسان بصورة الهوى العايزة، مع ضمان حقوق الإنسان للكل وللجميع بكافة اتجاهاتها، حقوق اقتصادية خاصة والاجتماعية التي نقفلها كثير جدا. رؤيتنا أيضا ماشية في اتجاه النقابات، يضبط قانون النقابات بسرعة مطلوبة حتى نستطيع أن نكون نقابات تكون لها استقلالها، تكون لها مهنيتها ومعبرة عن تطلعات قواعدها. دي مسألة مهمة جدا جدا هنمشي في العمل فيها دون محاولة لتغيير هذه النقابات والاتحادات لأي جهة أو لأي فصيل كان. مسألة مهمة جدا جدا هي مسألة مفاوضات السلام في جوع. تحدث الأخ محمد ناجي الأصم، وأحب أحطي بعض التفاصيل بسيطة. إنه تجمع المهنيين ظل منذ البداية فاعل في منبر السلام في جوع، لذلك نحن بنستمر في هذا المنبر ما لم الفصائل وما لم الوساطة الممثلة في حكومة جنوب السودان وأيضا الحكومة الثانية تتفق على منبر آخر. نحن مع هذا المنبر، محتوى المنبر أنه يعد تنوية كثيرة في كثير من المناطق التي ليس مهمة. ظل لاعب أساسي في هذا المنبر منذ طلعته، وأنا شخصيا مع شخص آخر، مع زميل آخر من داخل تجمع المهنيين، تم اختيارنا بواسطة مجلس التجمع لنكون مفاوضين منذ يناير الماضي، وزميلة أخرى تكون من ضمن الوفد، وفد قوى الحرية والتغيير، الوفد السياسي. والآن كل ما نسمع ونشاهد ونقرأ عن مفاوضات السلام بجوا هي لا تعبر عن تطلعات الشعب السوداني. تخريب عملية السلام غير مقبولة وغير مسموح بها، ويجب أن لا نسمح بها. علينا البحث عن السلام في كل مكان مع أي مكون، وعلينا عدم استظهار أي مكون مهما كان، وأن المفاوضات لن تقود إلى سلام شامل وكامل وعادل. من قال كده؟ من الذي قال ذلك؟ نحن في الصدد ده أحب أن أؤكد أنه مثلا في دارفور أصحاب المصلحة من النازحين، ومن خلال مؤتمرات تمت في كثير من معسكرات النزوح، تم اختيار مجموعة كبيرة وحضروا إلى جوبا، وتم استضافتهم من قبل الحكومة جنوب السودان، ديال أهل مصلحة حقيقيين. أيضا كانت في مجموعة من النساء من جنوب من دارفور حضرت وشاركت، أيضا في مجموعة من النساء من الخرطوم حضرت وشاركت. دي المشاركات الحقيقية. علينا أن نبحث عن السلام، ونأمل أن يكتمل السلام بانضمام القائد عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور، حتى نستطيع فعلا أن نصل إلى سلام عادل وشامل. لكن دور التجمع مهم، وإحنا الآن جزء من هذه المفاوضات ونجلس في المفاوضات. ده الدور اللي بتوقع مننا الشارع السوداني، وإلا فما معنى شعار سلام حرية سلام وعدالة؟ ما معنى شعار سلام؟ كيف نحققه؟ علينا أن نبحث. لذلك الذين يحاولون الآن تخريب هذه العملية عليهم مراجعة هذا الأمر، عليهم الانتباه أن الشعب السوداني ضحى بأغلى ما يملك من أجل أن يكون هنالك سلام شامل وعادل. هذا مبحث مهم. وفي الصدد ده دعوني أشيد بحكومة جمهورية جنوب السودان والقائد الرئيس سلفا كير مياردت، وأيضا سكرتارية الوساطة للجهود المبذولة منهم، وحتى الآن في زمن الكورونا يفعلون المستحيل إن المفاوضات تستمر عبر تقنية الفيديو، وده مجهود كبير جدا جدا إحنا بندعمه وماشين فيه، ونأمل إنه فعلا مع الجبهة الثورية بالتحديد التاريخ، تاريخ 20 يونيو تاريخ لتوقيع السلام مع هذه في مع حتى نتفرق
لمجموعات على رأسها الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وجيش وحركة وجيش تحرير السودان بقيادة الأخ عبد الواحد محمد نور. أحب أن أؤكد إنه منبر جوبا للمفاوضات وعملية السلام السودانية يشهد عملية بدعم كبير جدا من المجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي. الإيجاد يونمت الأمم المتحدة في أشكال أخرى، الترويكا، الاتحاد الأوروبي، فكل هذه المكونات بتساعد في أن السلام يكون مستدام ومستمر، يقومون بعملية مراقبة ومتابعة ما يجري في جوبا. لذلك في تجمع المهنيين لن نسمح بعملية تخريب النقد، ممكن النقد الهادف البناء، ممكن محاولة معالجة بعض المسائل الإجرائية ممكن، ولكن تخريب هذه العملية الشعب السوداني سوف يتصدى لها تحت أي مسمى كانت وتحت أي مسوق. السلام هو مطلب حقيقي لشعوب السودان، للشعب السودان بأكمله، وعلينا أن نزعى لتحقيقه والبحث عنه مهما كان الثمن. ودي طبعا أولوية من أولويات حكومة الأخ عبد الله، تحقيق السلام، وده شيء اتفقنا عليه في كل المواثيق إنه لا بد من تحقيق السلام في فترة 6 شهور. صحيح الآن هنالك عوامل كثيرة أدت إلى تأخير هذه المسألة، تعقيدات لوجستية أو جوهرية، ولكن هو أولوية للحكومة. والذين يقولون أن الحكومة عليها قيادة هذا المسار، أحب أن أؤكد أن الحكومة، وأنا لا أتحدث باسمها ولكن من المشاهدات، إن الحكومة موجودة في منبر جوبا بقيادات حقيقية ووزراء حقيقيين، وزير مجلس الوزراء، رئاسة مجلس الوزراء، وزير الحكم الاتحادي، وزير العدل موجودين، وأيضا وزارة المالية موجودين، وكيل الحكم الاتحادي. الحكومة حتكون شنو يعني؟ إلا إذا كانت في حكومة في مخيلة من يتوهمون إنه في حكومة أخرى في مخيلتهم. إحنا في دي أشياء إحنا بنأمن عليها لأنها مرتبطة بالشارع، وإحنا قريبين من نبض الشارع، لأنه زي ما ذكرت إحنا موجودين في الشارع. الإصلاح المؤسسي في داخل الأنظمة العدلية حتى تكتمل عملية العدالة. إحنا الآن في ذكرى مجزرة 3 يونيو شفنا كيف المطالبة بالعدالة، العدالة الانتقالية في كافة أشكالها وأنواعها، ولكن ده ما حيتأتى وما حيحصل ما لم يكون في إصلاح مؤسسي في الأجهزة دي. وأنا ناديت قبل يومين من خلال منبر إنه لا بد من إرجاع المفصولين في الشرطة وفي القضائية، لأنه في قوائم لا بد من إعادة هؤلاء للخدمة فورا بدون تأخير وبدون أن تكون هنالك أي تسويف، لأنه ده بيساعدنا في إنه تكون في عدالة حقيقية. إحنا في تجمع المهنيين ماشين، وعهدنا للشعب السوداني ولتضحيات الشهداء إنه نكون موجودين، وإنه القضايا والأهداف اللي استشهدوا من أجلها حرية سلام وعدالة لا بد أن تحقق. وكل من يحاول تخريب هذه العملية أو يحاول أو يدعو إلى إسقاط حكومة الفترة الانتقالية إحنا ما معاون ولا حنساعد. لن نكون حصان طروادة للمؤتمر الوطني، لن نكون حصان طروادة يركبه فلول النظام السابق. دعهدنا في تجمع المهنيين، إذا في ناس عندهم رؤية أخرى مخالفة لهذا عليهم ألا يستغلوا اسم تجمع المهنيين، التجمع الذي كان في قلب هذه الثورة، وكانوا معانا في الشارع الجماهير، وإحنا كنا معاون، وإحنا حنظل في الشارع، حنكون موجودين في الشارع في كل منحة في كل محترق، ولن نتوانى أبدا من إنه نخرج لحماية حكومتنا الانتقالية ودعمها بكل الوسائل الممكنة ودعم عملية السلام حتى تتحقق. هذا هو تجمع المهنيين الذي يعرفه هذا الشعب السوداني الصامت القوي الأبي. شكرا لكم. السلام عليكم. في البدء المجد والخلود، ونترحم
على أرواح الشهداء، وأيضا نتأسف ونعتذر لجماهير الشعب السوداني عن كل ما صاحب من إخفاقات لعمل تجمع المهنيين منذ 11 أبريل إلى الآن. ونؤكد بأن كل هذه الإخفاقات أو الصورة اللي عكست بشكل مختلف مما كان يرجو منه الناس هي نتيجة لهذه التجاذبات ونتيجة لمحاولة اختطاف التجمع الذي يعبر عن كافة الشعب السوداني وليس عن الأجسام المهنية اللي بتنضوي تحت تجمع المهني، ومحاولة تجير ذلك لمصلحة جزء من تيار حزبي وليس حزبي بكامل، بل إنه التيار داخل حزبية محاول دوما محاولة اختطاف صوت التجمع، ومحاولة دائما تعبير باسم التجمع أو أمر التجمع حاول معالجة المسألة داخليا. وكذلك هذه الأمر استمر مع بعد 11 أبريل، وكلنا في عملية أكد عنه إنه لابد يكون في ولكن إعادة هيئة من كي تعب تجمع المهني ضد المظلوم وتكتمل مع قوى الثورة الأخرى في تشكيلة محاور ثورة ديسمبر. ولكن التيار الحزبي الدوما بيحاول اختطاف التجمع كان له رأي مختلف، وهي محاولة اختطاف التجمع لمصلحته. ما تم يوم 5 هي كانت نتيجة لتراكمات وجبل جليد نتجت عنه داخل التجمع مواقف انقسمت لثلاثة مواقف. موقف رفض الأمر من ناحية الشكل وناحية المضمون، وبيأكد على أن التجمع هي ملكية للشعب السوداني كله، وبيأكد أيضا أن وقفته التام وعلى عدم استقلالية تجمع المهنيين لصالح أي حزب، ودي واقف وكان واضح في موقف الأجسام الذي أصدرت بيان مشترك، وهي بتكون من الأجسام المؤسسة للتجمع المهنيين وكذلك الأجسام الأخرى اللي جات بعد مرحلة التأسيس. وكذلك هنالك أيضا 5 أجسام أيضا رفضت الشكل اللي تم وطرحت مبادرات لحل ما تم يوم 10/5. وكذلك هنالك موقف بيقف حوله 7 أجسام، دي بيعبر برضو عن الموقف مسألة أو 5 أجسام زائد جسمين بيعبر عن موقف الجانب الحزبي. أيضا جلسنا نحن في فترة السابق مع كل الأجسام، ومن هنا نحيي كل المبادرات، مبادرة الحرية والتخيير وكذلك مبادرة التجمع النقابي ومبادرة نقابة استعادة المهندسين وكذلك المختبرات الطبية ومبادرة أساس مبادرة المعلمين وكذلك مبادرة لجنة السيارة المركزية. وكلنا كنا في نقاش مستمر من أجل وصول لسيخة توافقية تهدف تحقق للتجمع استقلاليته وتحقق وحدة التجمع. كلنا بنعرف أنه عملية إسقاط النظام ما كان بيتم ما لم أنه كان نخلق أكبر قدر من الوحدة الذي خلقه التجمع عبر إعلان الحرية والتخير. إعلان الحرية والتخير كانت بمبادرة من تجمع المهنيين وحوله المهنيين على الخوة السياسية على الشعب السوداني، ومن هنا في رأس النظام. ولكن كأهداف الأهداف لا يمكن تحقيقه ما لم نكون موحدين. اختطاف الثمرة قبل أن نستطيع نكمل المشوار. علينا جميعا أن نؤكد ما نستطيع أنه تحقيق أهداف الثورة إلا بوحدتنا، وليس وحدة تجمع المهنيين بل وحدة قوى الحرية والتخيير كله وقوى الثورة. المبادرات
جلسنا معهم اتفقنا في مسائل كثيرة وهنالك نقاط مختلفة ونعمل أن نصل في نهاية الأمر إلى سيخة توافقية تحقق للتجمع أهدافه. وأيضا من خلال نقاشنا ومعالجة للفترة الشاقت أخذنا ميثاق شرف فيها نقاط أساسية. واحد إنه التأكيد على استقلالية التجمع المهنيين. اثنين إنه البعد من تجير تجمع المهنيين لمصلحة أي حزب أو تيار سياسي. ثلاثة إنه يعمل تجمع المهنيين مع القوى الأخرى على وحدة قوى الحرية والتخير. وكذلك أربعة إنه ندعم حكومة الفترة الانتقالية بمؤسساته كلها وبرئاسة الدكتور حمدوك لإنجاح محام الفترة الانتقالية، لأنه مهمة تحقيق أهداف الفترة الانتقالية اللي بنحلم به، اللي رفعنا شعار حرية سلام وعدالة، لا نستطيع ولا يستطيع الحكومة لوحده تحقيقه ما لم إنه نعمل جميعا كقوى الثورة مع بعض حول تحقيق وبلوغ غاياته. خمسة الميثاق أيضا فيه العمل بصورة توافقية للوصول حول قانون النقابات حتى نشهد نقابات مستقلة تعبر عن واقع المهنيين وتعبر عن قواعدها وليس نقابات تعبر عن واجهات حزبية. كذلك عملنا على إجراء لحل توافقي ورؤية للمخرج من الإشكالية التي حدث في تجمع المهنيين. أولا تكوين قيادة تسييرية توافقية تقوم بعقد مؤتمر تداولي لتجمع المهنيين السودانيين خلال 3 شهور. ثانيا عقد جمعيات أمومية للكيانات المهنية المختلفة قبل المؤتمر التداولي ضمانا لأن يضم التجمع كيانات معبرة عن قواعد حقيقية وتمتلك تفويضا منهم لتنفيذ برامج عمل محدد. ثالثا توفيق أوضاع الواجهات الحزبية وفق المعايير القياسية المعتمدة للأجسام الأعداء بالتجمع. رابعا مواصلة عمل على إجازة قانون النقابات وتهيئة الطريق لأخض انتخابات حرة ونزيهة تستعيد بها بلادنا حركة نقابية متحررة من الهيمنة الحزبية. خلال هذه الفترة سوف نعمل مع قوى الحرية والتخير كما ذكرت على تحقيق ونجاح محاق الفترة الانتقالية خلال الفترة السابقة أو 10-5 ولليوم في التجمع المهنيين إنه وحدة من أجسام المهنيين حول هدف واحد هي المساهمة في القضايا الوطنية وهي تحقيق الأهداف التي جمعتنا. وهذه الأهداف لا نستطيع ولا يستطيع أحد تحقيقه منعزلا بل بتحقق بوحدة القوى الثورية وبوحدة قوى الحرية والتخير وكذلك بوحدة أجسام تجمع المهنيين. ولكن هذه الوحدة مبنية على استقلالية أجسام تجمع المهنيين ولا ممكن أن نسمح بأن يظل تجمع المهنيين حصان تراودة لتيار أو منظومة حزبية أو لجسم بعين. موقفنا حول هذه الأجسام هي أن تفتح لقائدتها وتعبر عن قائدتها وهذه ليس مربوطة فقط بالأجسام الواجهات الحزبية بل أيضا حتى الأجسام التي هي أجسام موجودة ما قبل 11 أبريل يجب أيضا عقد جمعيات أمومية قبل 3 شهور. ختاما نعتذر كما أسلفت لما حدث ونؤكد حرصنا على وحدة الحرية والتخير ونؤكد أنه حريصين مع قوى الحرية والتخير وتجمع المهنيين وجميع قوى الثورة حول تحقيق أهداف الثورة ودعم الحكومة الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك. شكرا. شكرا جزيلا. في الختام يعني داري نأكد على التالي. أول حاجة بنأكد التأسف يعني على الموقف السيء جدا جدا اللي بنواجهه الليله في تجمع المهنيين وانه دي ازمه ولكن في كان في ضروره جدا لمكاشفه جماهير الشعب السوداني بالازمه واسبابها وانه الحل هو شنو ممكن يكون حل للمساله دي. ودارين نقول انه برضو دي هي جزء من العمليه الديمقراطيه انه يحصل خلاف بالصوره دي وواحد من اسبابه انه الانقطاع الطويل جدا عن اي عمل منظم في السودان لـ30 سنة متوقع أنه تحصل أزمات زي دي ولكن علينا جميعا أن نطور آلياتنا وطرقنا المختلفة لإدارة الخلاف الداخلي وإدارة الخلاف بصورة عامة. الموقف موقف يعني ضد العلامة الجارية في جوبا هو موقف غير منطقي وغير متوقع من تجمع المهنيين. تجمع المهنيين متوقع منه أن يدعم عملية السلام وما دام الأطراف المشتركة في عملية السلام هي موافقة على المنبر وموافقة على الشروط
غير المنطقي أن التجمع المهنيين يقف ضد عملية السلام، يعني من المنطقي ومن الطبيعي أنه ينتقدها ويحاول يصلحها، ولكن رفض عملية السلام هو مسألة غير متوقعة وغير مقبولة من تجمع المهنيين بأي حال من الأحوال. العملية التجيير الحزبي يجب أنها تتوقف، لا يمكن أن يكون هناك تجمع مهنيين قوي وقادر على مخاطبة الجماهير وقادر على المساهمة في استكمال مهام الثورة وهو مجير حزبيا لصالح تيار حزبي محدد، وده يجب أنه يتوقف تماما. نحن زي ما ذكر الأستاذ طه هنعمل على المزيد من التواصل مع أعضاء التجمع وأجسام التجمع المختلفة في سبيل الوصول لحد أدنى توافقي يقدر يحافظ على تماسك ووحدة التجمع. ملخص الموجود لحل الأزمة هو في 3 بنود، ودار أقول إنه الهدف الأساسي من العملية الإعلامية دي هو الإصلاح، إنه نقدر نصلح التجمع ونقدر نحافظ على وحدة باعتبار إنه في أزمة داخلية كبيرة. الطرح بتاع الحكومة في نقاط أساسية، أولا إنه يتم تشكيل قيادة مؤقتة من أي تفاصيل حول طبيعة القيادة دي تكون قادرة إنها تقود عمل التجمع. يعني ودار أقول إنه تقريبا في اتفاق انه كل الناس الظهروا ديل هم ما حيكونوا باي حال من الاحوال جزء من القياده دي، عشان ما يحصل افتراض انه كانه الناس عندها رغبه، وعدد من الناس اصلا قدمت استقالاتها وانا قدمت استقالتي قبل شهور، فما في اي يعني اتجاه لانه احنا دايرين نحافظ او دايرين نلقى وجود في قياده او كده. لكن احنا بنشاهد في مشهد ماساوي بمر به التجمع وبيسهب به نحو الانقسام ونحو التشرذم، وما في حل من غير قيادة مؤقتة توافقية تضم جميع الناس. القيادة دي بيكون عندها مهام محددة في إنها تدير المسائل داخل التجمع إلى حين الوصول لمؤتمر تداولي، في ضرورة إنه يكون في نقاش أوسع داخل تجمع المهنيين. مؤتمر تداولي يناقش جميع القضايا بصورة مفصلة ويصل لنهايات المتفق عليها، وده بيتطلب برضو مراجعة الواجهات الحزبية الموجودة والمعروفة داخل التجمع، وذكرنا منها مثال، وإنها تعمل على توسيع قاعدتها عشان تعبر عن الطيف الأوسع والمتنوع من القواعد. وبرضو ضروري جدا من ضمن الحلول إنه جميع أجسام تجمع المهنيين بلا استثناء في الفترة من إذا تم التوافق على هذا الحل هي جميعا تعمل على عقد جمعيات عمومية لها توسع بها التشاور وتوسع بها التفاكر وتوسع بها التمثيل، وهذا بدون استثناء لكل أجسام تجمع المهنيين. مجددا شكرا جزيلا للجميع، وشكرا لمنبر سونا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.